I thought English was the language of the day, so I now switch on Arabic. After the speech on banking, we started playing dance, so we thought we will address in a few minutes non-banking financial services and tools, also SMEs who finance such projects. I don't have a laptop, so we're remotely coordinating. Just a reminder, EFSA is a supervisor of non-banking financial services. That's a map of activities we regulate. One of them hopefully will be added very soon, which is microfinance. Below is the presidency, which will be issued very soon. And also as a reminder, where each piece of the puzzle fits. Let's go back on the slide, please. We always need to remember insurance and private pension funds are a large institutional investor. We have almost 90 billion Egyptian pounds for investments, almost split evenly between the 640 private pension funds and our 30 insurance companies. These always provide long-term money. Some of them established funds. They have been very conservatively managed over the years. حقيقة الأمر من بعد ثورة 30/6 وقبل ما تبدأ خريطة الطريق السياسية والجزء لا يتجزأ من البرنامج الاقتصادي المصري لأن هي مؤثرة تأثير كلي وجذري على الاقتصاد المصري. بدأت تتحط خريطة الطريق من الدستور اللي تم الاستفتاء عليه ثم انتخابات رئيس الجمهورية ثم تأسيس اللجنة الدستورية للانتخابات. بدأت خريطة الطريق نوعا ما تكتمل، جزء كبير اكتمل منها في قبل نهاية السنة هتكون الانتخابات ستطلق، وبالتالي يبقى عندنا مؤسسات سياسية مكتملة من خلالها نقدر يبقى فيه استقرار سياسي نوعا ما لوضع برنامج اقتصادي سليم. أما نبص على الاقتصاد المصري هنكمبير من 2008 2009 لحد 2012 2013 ثم 2013 2014. لو بصينا على المؤشرات الرئيسيه للاقتصاد المصري هنجد انه النمو كان 4.7 للاقتصاد المصري، النمو كان 4.7 في 2008 2009، 2012 2013 2.1، كانت معدل الفقر بلولا 20%، في 2012 2013 معدل الفقر قفز فوق نسبة 26.5%. أما نبص على معدلات البطالة، كانت معدلات البطالة تحت 10% في 2008 2009، معدلات البطالة قفزت إلى 14.2% في 2012 2013، ثم حاليا في 2013 2014 قفزت إلى 14.6%. أما نبص على الدين العام، ده رقم يهم الجهاز المصرفي أو يهم أيضا الموازنة العامة للدولة، هنبص نلاقي الدين العام كان 644 مليار جنيه في 2008 2009، وصل الدين العام في 2012 2013 إلى تريليون و411 مليار جنيه، ووصل في 2013 2014 إلى تريليون و700 مليار جنيه. أما نبص على دعم المحروقات داخل الموازنة العامة للدولة اللي هي الأول للناس، هنلاقي إن المحروقات وصل الدعم فيها إلى 145 مليار جنيه في موازنة 2014 2015. إذا لو بصينا كده بنظرة سريعة جدا على أرقام الاقتصاد المصري مقارنة بما كان في 2008 2009 هنعرف إن إحنا عندنا أزمات رئيسية يجب إن إحنا نشتغل عليها. الثورة جت بمبادئ معينة، أعتقد إن الحكومة والرئيس المنتخب كان لزاما عليهم المرة دي لما يجوا يحطوا برنامج اقتصادي يحطوا في الاعتبار المبادئ الرئيسيه للثوره وهي العداله الاجتماعيه والعيش والحريه والكرامه الانسانيه. اذا النهارده البرنامج ما ينفعش يبقى ايكونوميك بروجرام بس، ما ينفعش يبقى برنامج اقتصادي بس، لازم يبقى برنامج اقتصادي اجتماعي. الحقيقه بدا من الدراسه التشخيصيه دي بدانا ننظر الى هنشتغل ازاي. فكان لزاما علينا ان احنا نشتغل على ثلاث محاور رئيسيه. المحور الاولاني هو اصلاح الهيكل الموازنه العامه للدوله. اصلاح الهيكل الموازنه العامه للدوله باختصار يعني زياده ايرادات الموازنه
وتخفيض مصروفات الموازنه او الاكسبندشرز الرئيسيه اللي بتصرفها الحكومه، وبالتالي هو تقليل العجز بقدر ما نستطيع علشان العجز ده نقدر نموله وما نزودش الدين العام بنسبه عاليه، لان النهارده الدين العام كان وصل 14، عجز الموازنه كان وصل 14% من الناتج المحلي الاجمالي، كان رقم غير مقبول لا دوليا ولا على الستاندرز بتاعت الايماجن ماركتس. فده كان اول محور، المحور الاولاني هو الاصلاح الهيكلي للموازنه العامه للدوله. طيب الاصلاح الهيكلي للموازنه العامه للدوله ده محور رئيسي، معناه ان انا لازم اروح البس الدعم عشان اقلل المصروفات، معناه ان انا اروح لازم البس التاكس سيستم عشان ازود الايرادات، معناه ان انا لازم ادخل الانفورمال ايكونومي اللي احنا كلنا مش عارفين حجمه حتى الان، ولكن عارفين انه كبير جدا، لان احنا كمتعاملين في السوق في مصر بنعمل حاجات كثيره جدا نقديه، وبالتالي كان لازم علينا برضه ان احنا نحط برنامج لان احنا نبدا نسحب الانفورمال ايكونومي او الاقتصاد غير الرسمي الى دخوله الى الاقتصاد الرسمي، وده يعتبر احد العناصر الرئيسيه لمنظومه اصلاح النظام الضرائب المصري. طيب فده المحور الاولاني، المحور الثاني هو اللي بنقول عليه الانسنتف ستيمولس بلان، يعني الخطه الاستثماريه التحفيزيه للاقتصاد. والمحور الثالث وهو عشان اقدر اعمل خطه تحفيزيه استثماريه للاقتصاد لازم اعمل بنيه اساسيه مظبوطه، والبنيه الاساسيه دي هتكون في عناصر المؤسسات المصريه والبنيه التشريعيه المصريه. واحيي الاختصار الاجمالي ده اللي بيقول جزء مثلا المصريه هو اكتفاء المشاركه المصريه الاوروبيه. كان الوزير محمد الرابي يقود غرفه العمليات بمكتب الوزير الدكتور مجدي راضي، هو اكبر واحد يحمل الذاكره عن المفاوضات بحيث ما تحتاجش تفتح ارشيف ولا ملف زمان كبير، ولا عن الفريق الذي تفاوض ضمن 278 تفاوض. قناه السويس صعب ان انا ارد على السؤال بسرعه، لان هو اولا وطبعا برضه ده مشروع بلا سقف، وده دور الدول انها تفتح لي مشروعات بلا سقف، مشروع يولد مشروع يولد مشروع يولد مشروع. انما انا اساس ان احنا نوسع على السويس، وانا سعيد جدا كتلميذ النهارده اسمع الوزير يفسر حاجات كثيره، لان احنا دخلنا في موضه ان كل حد يعمل لنا مشروع اول شيء نقول هيحصل ازاي ولا هنقدر ازاي. فهو فصل حته ازاي هنستلف 12% وعلى مدى تنفيذ المشروع هتقدر ازاي، ونبهنا لحاجه انا غير معلومه وهي ان الدوله بتختار ال 15%، ان الدوله كده تحكي عليها كسبتنا وكسبت، فهيحصل هذا التوافق بين وزاره الماليه تستلف 15% سلفناها او سلفنا الدوله 12% يعني هتحصل ثلاثه، ويا رب يبارك في المشروع ويرد 15% ولا 12% 30%. هو تعميق في اول حكايه، عدد السفن سيتضاعف، ايراد القناه نفسها سيزيد بمعدل 259% من 5.2 مليار سيصبح 13 وشويه.